الأستاذ طرح واحد السؤال مهم حقيقة، كيف كنت ديال صناع المحتوى واش نطبقوا عليهم قانون الصحافة ولا نطبقوا عليهم شي قانون آخر؟ أنا كنقول أودي هذاك صناع المحتوى كاينين اللي كيقوم أدوار تثقيفية هامة، ولكن كاين اللي كنشروا الشائعات وكيضروا. غنمشيو حنا بالمنطلق واش قانون الصحافة ونشر الدار الصحفي المهني ولا الدار الناس اللي مغير صحفي؟ كاين اللي كيقول لك أودي جوج ديال التوجهات، كيقول لك أن المعيار الموضوعي أنه من اللي خرق قانون الصحافة ونشر يطبق عليه قانون الصحافة ونشر، وكيقول لك في الأسانيد ديالو وأن الحرية ديال التعبير هي حرية مضمونة للجميع لا على مستوى يعني القوانين الوطنية الدستور وباقي القوانين على المستوى المواثيق الدولي الكبرى نظر إلى العالم حقوق الإنسان الدول الحقوق السياسية والمدنية، وبالتالي لاش حنا نستثنيو المواطن العام؟ أنا كنقول لك ديال المشرع في الفلسفة ديالو راه استثناه وما استثناهش بصراحة، علاش؟ حيت فاش كيقول لك ها الناس اللي يمكن لك تتابعهم جنائيا مدير النشر ولا ما كانش تابعوا المصاحف المقال ما تابعوش فينا هو ذاك المواطن في ديك في سيرتي المسؤوليه الجنائيه اشاره واضحه لانه راه ما كانش كيفكر في هذاك هذا وحده. النقطه الثانيه واش بالله عليكم دابا حنا ملي كنهضروا معهم المحاربين بعد بعد الناس اللي طفلوا على المهنه واحد كنقول لكم ما مشى المعهد ما عندوش ضوابط لا مهنيه ولا اخلاقيه وتجي تقول لي حتى دير الاستدعاء المباشر وما تطبقش على الاكرام. انا راه ماشي ضد الفكره، الفكره كتبان لكم بسيطه ولكن ما يتبعوها من اجراءات. بغيتي خصك ما تعتبروش دابا حنا ناخذوها من الرسل. اي واحد فينا واش غتقبل على واحد ما عنده علاقه حيت ليه في المهنه راه ما غيمشيش ياخذ تليفون ولا بيسي وصحافي وغيسبك فيه، راه سي بوسيبيليتي يقدر يشرب خبر زائد. ولكن حنا متى قط راه كنقول لكم انا عندي 30 عام ديال الممارسه شي صحفي كاتب سب يقدر يدير قذف، ولكن يكون كان هذا القذف ما كيسميش هو قذف، كيقدر يكون في اطار غندخلو في هضره اخرى النقد المباح تيوقع هذاك شخصيه عموميه كيدبر الشان العام دار هذه وهذه انا انتقدتو علاش كتقول لي قذف؟ الواقع اللي سبت لي انايا راه كاينه وقعت لي مع وزراء ومع كذا ومع كذا كاين هادشي، ولكن ملي كتبحث كتلقى هذيك الواقعه اللي كاين ما كايناش كتقول لي اودي راه دابا هذاك اللي راه اعتبرها بالنسبه لها مسيتي في الشارع. بالنسبه للفكره ديال الكتاب هي انطلقت من بيت الصحافه لانه كنت حضرت لواحد اللقاء علمي حول الصحافه ونشر الاخبار الزائفه بين اخلاقيه مهنه الصحافه واخلاقيه المهنه، وبالتالي تولدت لي الفكره من هذا البيت اللي انا اللي جيت سعيد الحضور اليوم فيه وفق يعني رفقه ثله من رجال القانون والقضاء والإعلام والجامعة ولتدارس ومناقشة محتويات الكتاب. الكتاب بطبيعة الحال فيه جوج ديال المحاور الأساسية. المحور الأساسي هو محور كيتعلق بالتشريع والقضاء، يعني كيف تصدى التشريع ومن ورائه القضاء للأخبار الزائفة. والمحور الثاني كيتعلق بالصحافة والآليات الصحفية لتصدي الأخبار الزائفة على اعتبار أن تصدي لهذه الأخبار ومحاربتها هو التزام اخلاقي قبل ان يكون التزاما قانونيا او التزاما دستوريا، بمعنى ان الجسم الصحفي عليه ان يتخذ من الاليات التقنيه والاعلاميه اللي كتخليه يتحرى في الخبر قبل من نشره. وفي هذا السياق تمت يعني اثاره مساله اساسيه وهي تشكل تحدي كبير للصحافه اللي هي هذه الثوره التكنولوجيه الرقميه اللي كتجعل من الصعب بمكان تحقق من 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 صدقيه الخبر ومن ثبوتيته، وفي نفس الوقت كطرح اشكال ديال الناس اللي هما لا علاقه لهم بالمهنه وكيقوموا بادوار اللي هي يعني ادوار حكرا على الصحافه اللي هي نقل المعلومه ونقل الخبر باعتباره حق المواطن. وفي هذا السياق تم التاكيد على انه ينبغي يعني القيام بالمجهودات في اطار مقاربه شموليه اللي تصدي الاخبار الزائفه وكتنطلق من المواطن، وبالتالي فالمعول عليه هو تحسيس المواطن بان الحياه الخاصه وان الحرمه ديال المؤسسات وديال الاشخاص ليست مجالا للتسليه او الفكاهه او التهكم وليست مجالا للاستغلال لمآرب وأغراض يعني نفعية أو شخصية.
هي ورشة تفاعلية تثير شهية النقاش والإنصات لكثير قضايا مرتبطة برهينية ممارسة مهنة الإعلام والصحافة في بلادنا. كنطمحوا دائما في بيت الصحافة أننا نسخروا كل المداخل العلمية الأكاديمية من أجل تطويع النقاش والسؤال، ولكن لطرح البدائل الممكنة والإجابات المفترضة لبعض الثغرات لبعض العثرات والأعطاب ديال الممارسة المهنية. وأعتقد أن اليوم مع الأستاذ الباحث وعبد العزيز البعلي اللي هو نائب وكيل عام بمدينة سطات مؤلم ولكن بنباهة وفطنة كيستند على أطاريح وعلى اجتهادات في كل ما يتعلق بالشائعات بالأخبار الزائفة، علاقتها بالتشريع، علاقتها بالقضاء، وعلاقتها بالممارسة المهنية. وهذه أتمكننا فيها لأن أصبح المهنيين والصحفيين وفي العلاقة ما بين رجال الإعلام ورجال القانون ورجال القضاء باش تكون العلاقات اللي هي من أجل تنوير الرأي العام، تجويد المهنة، ومن أجل بلد اللي كنطمحوا له كاملين سقفه ديمقراطي تقدمي تنموي اللي نفخروا به في المحيط ديالنا الإقليمي. شكرا لكم صديقاتي والأصدقاء مرة أخرى على الوفاء ديالكم للمواعيد ديال بيت الصحافة وعلى الدفء للحضور ديالكم. شكرا.